شوبير مش مسؤول لما حصل قبل كده، وانا يمكن اول مره اطلع على الهواء معاك لان فتره ما طلعناش مع بعض من كاس العالم. شوبير ابن اصيل وشرعي للنادي الاهلي، مصطفى يونس ابن اصيل وشرعي للنادي الاهلي، ده اللي كتب. فاحنا احنا يا استاذ عبد الناصر احنا ولاد النادي الاهلي الشرعيين. وانا هنا عايز الم القصه اللي حاصله دي، وزي ما كنا بنشتغل مع بعض وكنت بقول، وهنا عايز ادخل مستشار تركي الشيخ في القصه، ان هي حب الكيان. حب الكيان يخليك مشدود ويخليك متعصب. لما كنا بنشتغل مع بعض كنت بنتقد مجلس اداره النادي الاهلي، كنت بتشتم زي ما انت عارف، وكانت الدنيا قايمه عليا مش قاعده. وانا كنت بقول ان انا ما بزعلش، وانا بقول كده يا استاذ عبد الناصر من حب للنادي الاهلي. ولما كان الجمهور الاهلي يتجنى عليا ومش عارف حاجه، ها، كان ده من حبه للنادي الاهلي. فبالتالي حب النادي الاهلي بيجمعنا. شوبير بيحب بطريقته بالظبط. ايوه، شوبير لما طلع وقال احنا عايزين صفقات وعايزين وعايزين، هذا الرجل ليس رياء ولا انفاق. انا عمري ما شفته ولا سمعت صوته ولا 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 تربطني باي صله، ويشرفني ان انا اعرفه، تركي الشيخ. هذا الرجل وزي ما قال شوبير اللي عمل النادي الاهلي في 3 4 اشهر ما اتعملش في خلال 60 سنه. يبقى هذا الرجل المحب، ودي باخد كلمة المحب دي من الخطيب في المؤتمرات، المحب للنادي الاهلي، فده شيء يسعدنا احنا كأهلوية. اذا بدخلت معاك في المداخلة، لان الراجل ده اللي عمله محدش عمله، والحب والعشق للكيان وللخطيب. خلي بص الخطيب ده اقول لك ايه، الخطيب انا عمري في حياتي ما شفت حد ما بيحبش الخطيب. فان تركي الشيخ هذا الحب وهذا العشق للخطيب، ده شيء يسعدنا. وهذا النجم الكبير بيمثل اكبر كيان في الامه العربيه كلها وفي الشرق الاوسط وافريقيا، وهو النادي الاهلي. وزي ما قلت معاك في المداخله، انا كنت سعيد جدا بعدم الرد على اي مهاترات في الاعلام. وهنا زي ما قال الاخوه وزي ما اتكلمت انا وانت يا استاذ عبد الناصر، القصه مش قصه تركي الشيخ والخطيب والنادي الاهلي، لا، القصه مصر والسعوديه. عشان كده اللي انت كتبت او قلت ان الناس بره اعداء الوطن في الداخل وفي الخارج بيهروا، ده العلاقه اتصلحت، ده هتلاعب السوبر ما بين مصر والسعوديه، ده تركي الشيخ عدل النادي الاهلي، ده تركي الشيخ عدل الخطيب. تركي الشيخ قال جمله ودي بحط تحتها 100 خط يا استاذ عبد الناصر، لما قال بيتي، لما قال بيتي النادي الاهلي، دي في حد ذاتها احنا كاولاده، كاولاد النادي الاهلي وولاد هذا الكيان، انا اسعدتني جدا جدا جدا. لكن خلينا نعترف ونؤكد ان في ناس ما تحبش ان يكون هناك صفاء او ود او حب او علاقه ما بين المستشار تركي الشيخ والنادي الاهلي، فبالتالي السعوديه ومصر. لكن انا هنا مره ثانيه وثالثه وعشره بحيي تركي الشيخ على هذه المبادره العظيمه، وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي لم يعني 24 ساعه وطلع البيان وقال 20 ساعه بالظبط، 20 اقل من 24 ساعه، 20 ساعه وقال البيان دون اي دخول في اي مهاترات. لا، وتاكيد المتحدث الرسمي النهارده شريف فؤاد، شريف عجبني، عجبتني قوي مداخله شريف، حصيل لكره بلدنا، لما قال انه قرار مجلس اداره، ما طبعا لازم قرار مجلس اداره، جاء بالتمرير بالاجماع يسمن كلمات المستشار تركي آل الشيخ. واحنا ودانين خيركم من ايه؟ بدأ بالسلام. صح، خيركم من بدأ بالسلام. والرد السريع ده بيؤكد العلاقة الوطيدة ما بين المستشار تركي آل الشيخ والنادي الاهلي. لكن هنا انا بطلب منه كابن من ابناء النادي الاهلي انه يكمل المشروع او الحلم